مناهضة العنف ضد النساء من خلال الحوار ودعم القدرات عنوان مشروع مشترك يجمع الشبكة الأورومتوسطية للحقوق بوزارة المرأة التونسية. حوار بين السلطات التونسية والمجتمع المدني والشركاء الأوروبيين على المستويين الوطني والجهوي، يتوجه أساساً للفئات الهشة ويطرح ظاهرة العنف على النساء من جانبها الاقتصادي. العنف بصفة عامة هو موجود باقي، ولكن العنف الاقتصادي ما صارتلوش معناها بلاصة خاصة، واليوم معناها الظاهرة هذية سورتو بالكريز ايكونوميك توا في تونس ظاهرة قاعدة تمتد وتمس سورتو الفئات الهشة، والفئات الهشة منهم النساء الريفيات يمكن هما أكثر فئة هشة. تطبيق الحلول المطروحة ضمن المشروع وفق وزارة المرأة التونسية ينتهي في حدود العام 2024. حلول تتمثل في بعث مراكز إيواء بأربع محافظات تونسية، وبفتح خطوط تمويل تقدم خدمات للنساء المعنفات وتمكنهن من استقلالية اقتصادية للتحرر من العنف المسلط عليهن. وزارة وضعت برنامج مركز لإيواء نساء ضحايا العنف وأطفالهن في كل ولاية. هذا البرنامج سوف يغطي الحاجة إلى مراكز بالنسبة إلى كافة ولايات الجمهورية التونسية في سنة 2024. السنة القادمة سبعة مراكز، سنة 2023 وسنة 2024 سبعة مراكز أخرى. أما من وجهة نظر الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فالحلول الجذرية لظاهرة العنف المسلط على النساء تكمن في مراجعة ترسانة القوانين والتشريعات وتصفها بالمتضاربة، ما يصعب إنقاذ النساء من براثن العنف الاقتصادي. قوانيننا فيها إشكالات كبيرة برشا، قوانين متضاربة، قوانين ما فيها حتى موائمة ما بيناتها. معقول اليوم نخرج قانون أنا ونقول في قانون الاتجار بالأشخاص نقول وأنه الاستغلال الاقتصادي ولا الاستغلال الجنسي وإلا اللي هو راهو جناية اللي ياخذ 10 سنين، بعده بشوية أشهر نخرج قانون مناهضة العنف ضد المرأة نقول راهو جنحة ياخذ 3 أشهر. وتشير آخر إحصاءات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بتونس إلى أن نسبة 25% من النساء فقط مندمجات اقتصاديا، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبرز اندماج 50% من النساء في الاقتصاد. بين الموجود والمنشود من مكتسبات للمرأة التونسية مشروع تشاركي قوامه الحوار لتباحث حلول فعالة تحد من العنف المسلط على النساء وتدعم قدراتهن، حوار ينتصر للمستضعفات ليكلل مسيرة طويلة من المطالب والاحتجاج وحملات المناصرة. إينيس فرادي، اليوم، تونس.